الجمعية المغربية للقابلات تؤكد على ضرورة الاستثمار في مهنة القابلة ودعمها، وذلك بالرفع من جودة التكوين وعدد القابلات وتحسين ظروف اشتغالهن. هو في الحقيقة القابلة يمكن نحتفلوا لها بالنهار ديالها في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لأنها يوميا كتقوم بالولادات وكتقوم بخدمات اللي يمكن نحتفلوا بها في أي وقت. هذا اليوم دارته المنظمة العالمية للصحة من 1992، ومن 1992 والقابلة كتحتفل باليوم العالمي ديالها. وبهذه المناسبة دعت هذه الجمعية إلى إصدار التشريعات المنظمة لهذه المهنة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تقوم به القابلات في تعزيز الصحة الإنجابية وحماية الأم والجنين.